ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. المصنع ماشي كويس؟ المصنع كويس وشغال كويس، كله بخير الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشتني والله، عايز اشوفك. طيب ماشي، الجمعة كويس؟ الجمعة كويس جدا. الو، ايه يا عم سليم، وحشتني. يا حبيبة عمو سليم، وانا كمان اتوحشتك قوي. ازيك يا سلومة؟ انا بسمعيني صدقيني. يا ما كفايه بقى يا عز، هو انت مش بتزهق يا بنتي؟ الدنيا اختلفت، انا بقيت ادهم زين العطار. يعني كل اللي احنا كنا عاوزين نوصله وصلناه. لا، اللي انت عايزه وصلت له لوحدك، سيبني انا بقى في حياتي. طب ممكن ما يبقاش قلبك اسود؟ مش فاكره ايام اسكندريه؟ مش فاكره كنا عاملين ازاي؟ انا ده اعمل لك اللي انت عاوزاه، هجيب لك الشبكه اللي انت كنت بتتمنيها، ونتجوز زي ما كنا بنحلم. انت عايز اللي بتتكلم على ايام اسكندريه؟ لا مش فاكره حاجه ومش عايزه افتكر. طب ارضيك ازاي يا بنتي؟ تحب حياتي، انا مش عارف اكمل حياتي من غيرك. بص انا ممكن اوافق، بس هطلب منك طول. اموري انا تحت امرك، ساعدني اطلع من مروان. انت طلعتي احلى من الصوره كمان. عاده الواحد لما بيحب يقرب لحد عشان يخليه يقول اللي هو عايزه، يعني بيهدده عشان يخاف. انا بقى ما بحبش اعمل كده خالص، انا احب الاول انفذ اللي انا عايزه، وبعد كده اعرف برضو اللي انا عايزه. صدقني انا ماليش دعوه باي حاجه، انا دكتوره. كويس خطاب، اعمل حسابك المكان اللي هيبقى فيه الدكتوره يكون معقم كويس جدا، خلي بالك. انا هقول لك كل اللي انت عايز تعرفه، بس ما تعملش فيها حاجه، انا ماليش دعوه. لو سمحتي ما تبوظليش اللعبه بتاعتي اللي انا بحبها جدا. قلتلك بحب اعرف اللي انا عايزه بعد ما اعمل اللي انا عايزه. خدها خطاب. تيست بايدك يا غزال. بالهنا والشفا يا رايق. يا رايق كده حاف؟ لا يا حبيبي مش حاف، خد كل. يعني كان هيحصل ايه لو كان ابوك وافق ان احنا نتجوز يوم ما تقدمت لك؟ خلاص بقى يا رايق، النصيب بقى. بتحبيني يا نقة؟ يا راجل اختشي يا راجل، كل 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 رم عظمك. يا لهوي، ده مين اللي جاي لنا دلوقتي ده؟ لا جرايه وليا، انت مراتي. الله، وانت صحيح الواد سمير من الفعريه. ايوه. في اربع عمالات مستعجلين، انت ما رضيتيش عليهم. طب ما تردي انت. خلاص يا نانسي هرد انا. اوكي طيب. لا بقولك ايه، هو انا ما فيش حد سأل عليا؟ حد زي مين؟ لا يعني اي حد، ما حدش سأل. لا ياسمين، ما حدش سأل، بس انا عايز اعرف بجد حد زي مين. هو في ايه يا نانسي؟ مالك؟ مش عشاني والله، ده عشانك انت. انت لازم تعرفي انت مستنيه مين بالظبط. انت مش شايفه حياتك متلخبطه ازاي؟ واخده بالك؟ لا مش واخده بالي بصراحه. ياسمين، أنا مقدرة كل اللي أنت مريتي بيه، وعارفة إن جرحك كان كبير، بس خدي بالك أنت بتجرحي ناس تانية، وهتجرحي نفسك تاني
لما كنتيش حاسه باللي انت بتقوليه. واثقه في مشاعرك. انا ما جرحتش حد وما طلبتش من حد اي حاجه. هما اللي مصممين يخبطوا على الباب. والمصيبه انك بتفتحيه. يمكن ما بتخلوش بس انت فاتحه لهم الباب وسايباه موارب. عارفه المصيبه الاكبر فين؟ انك لسه ما قفلتيش الباب القديم. كل اللي انت بتعمليه ده مجرد رد الجرح بجرح، بس ده للشخص الغلط. بس حرام تعذبي حد ملوش اي ذنب معاكي. اقعدي مع نفسك شويه تاني وفكري. على اذنك يا ياسمين. امال فين عروستنا؟ مالكش دعوة، خلينا في موضوعنا. أنا مش عايزك تروح قصر العطارين تاني، إحنا مش قد العطارين. لا، هروح تاني، وأروح تالت، لحد ما آخد اللي أنا عاوزه. وبعدين يا فتحي، هو في حد يكره المال السايب؟ يا ابني أنت غاوي مشاكل. لا، أنا عاوز فلوس، عاوز ورث. تيجي بمشاكل بقى، تيجي بالحب، المهم إنها تيجي. وبعدين يعني مفيش غير والد الصغير ده اللي عارفه اللي بيدرع. يا ابني العطارين ما يتلويش دراعها، لو هتلوي دراعهم هيقطعوك. ده كان زمان ايام عم زين الله يرحمه. سيبك انت، انت لسه عريس جديد. سلام. سلام يا ابن الرايق. حلوه قوي 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 الكلام ده. والارقام دي بقى نهائيه ولا لسه فيها تعديل؟ نهائيه باذن الله، ودفعه التعاقد هنقبضها على طول، وبعدين سعادتك باقي الدفعات متجدوله زي ما انت شايف كده. والله يا عم مش حاطه بقى، الله والله العظيم ده احلى خبر انا سمعته في حياتي. عشان تعرف ان عمك شحاته ما بيلعبش. ما بتلعبش طبعا. يا عم طنطاوي ايه رايك في الاسعار دي؟ انا راجعت الاسعار مع شحاته قبل ما نعرض السعر على الناس. بس انا عايزك تطمن، العقد ده ان شاء الله في خير كتير قوي. ان شاء الله. بس كده بقى يا عم شحاته. يا رجاله انا عايز اقول لكم ان النهارده اول يوم اقدر اقول ان احنا ماشيين في طريق النجاح، طريق زين العطار. النهارده تعاقدنا مع اول شركه هتتعامل معانا. الله يبارك فيكم. على فكره الشغل ده بمجهودكم انتوا وتعبكم، وان شاء الله الخير هيقوم علينا كلنا. مبروك يا حازم بيه. الله يبارك فيك. انت وشك حلو عليا قوي زي ما كان المصنع ده على ابويا الله يرحمه. طب خد بالك بقى ان ده ليه حساب تاني غير حساب الصيانه والترميم. طبعا كل تأموري بيه. توكل على الله. عساف هيكون مستنيك في المطرح اللي اتفقنا عليه. والترميم من اللي هناك متأمن. ما توقفش الا في الطريق اللي اتفقنا عليه، اي طريق تاني لا. تمام. تفتكر يا شيخ هارون العمليه دي مرصوده؟ انت اللي تقول، انت اللي كنت ظابط مش نام. والله كنت قربت انسى يا شيخ هارون. الحمد لله انك نسيت. لو كنت فاكر كان زماننا واقفين في وجه بعضينا ورافعين سلاحنا. ليه بس؟ ربنا ما يجيب عداوه. ولا محبه. اللي بكرهه بقتله. وظهري معاك، وظهري معاك. ايش بتساوي يا مغرومة؟ سامحيني يا عمة، ما في قدامنا حل تاني. لابد نهرب لنصير مع بعضنا. يا بنيتي، يا بنيتي بتخسري بيتك وفرشتك. هتخلي أهلك اللي يحبونك وتشعروا إياهم بالأمان يصيروا أعدائك من الحين. يا بنيتي هتخافي تشوفي حدا منهم أو حدا منهم يشوفك. فكري فكري يا مغرومة، ما في رجال بيستاهل. يا عمة أهلي ما في حدا منهم ناصفني، وكل واحد فيهم بدي يمشي لي حياتي بكيفه. وما أبوي تركوني وماتوا، وما لي حدا بهالدنيا غيرك أنت وسلام. وانقعدت بتزوج من عساف مجبورة، ايش اسوي؟ اهرب ولا اقعد؟ اسمعيني اسمعيني واقعدي اقعدي اقعدي يا بنيتي، ولا تعيشي مطرودة طول عمرك. اقعدي وانا بوعدك، انا بوقف لعمك ابو نصير وبوقف لعساف. لكن اسمعيني.
اسمعيني، اقعدي يا بنيتي اقعدي، لا تزوديني الجرح، لا تزوديني الجرح، اتركيني يا عم الله يخليك. لا يا مغرومه، لا لا يا بنيتي، لا تكرري غلطتك عمتك فريحه، لا لا يا بنيتي. حكايه العمه فريحه، ضليت طول عمري منتظره تحكي لي حكايه العمه فريحه، والحين بدك تحكي لي اياها؟ متاخره قوي يا عمه، ادعي لي ادعي لي مثل ما كنت بتدعي. لا يا عمه.